حسب توجيهات السيد محافظ نينوى المحترم وتوجيهات السيد عبد القادر الدخيل مدير بلديات محافظة نينوى، تقوم كوادر مديرية بلديات محافظة نينوى بالتعاون مع الجهد الهندسي لكتيبة التجسير وقيادة عمليات محافظة نينوى بأعمال تأهيل جسر القيار العائم. بلديات نينوى تقدم الدعم اللوجستي لإعادة إكمال الجسر الذي تم تصليحه وتأهيله من قبل كتيبة التجسير. اليوم العمل مستمر ولليوم الثالث على التوالي بتهيئة المقتربات. هذه المقتربات التي تقدر كمية الترابية وكمية الحصى الخابط ب 700 إلى 800 متر مكعب. إن شاء الله سيتم الإنهاء من أعمال الترابية والدفن لهذا اليوم، وتبقى هناك عمليات بسيطة لتأهيل المدخل الرئيسي للجسر. بعدها سيتم فتح الجسر للمارة إن شاء الله. بدورنا نشكر كافة القطاعات الأمنية وإدارة الناحية وكل الدوائر الساندة لهذا العمل. إن شاء الله سيكون الجسر بعد أقل من أسبوع إن شاء الله جاهز للفتح لعبور المارة من وإلى الجانب الأيمن الأيسر لناحية القيارة، والذي يعتبر طريق حيوي يربط محافظة نينوى بقضاء مخمور ومحافظة أربيل ومحافظة كركوك. إن شاء الله يستمر العمل في كل مناطق محافظة نينوى. باشرت هندسة قيادة العمليات بإعادة تأهيل وفتح جسر القيارة العائم الذي تعرض للأضرار نتيجة ارتفاع منسوب نهر دجلة. حقيقة لليوم الرابع مديرية بلدية القيارة بموظفيها وكوادرها وآلياتها تقوم بهذا العمل مستمر طوال اليوم. كل هذه الجهود ولا يزال عملنا مستمر مع القطاعات العسكرية والهندسة العسكرية. هذا جسر القيارة له حيوية مكانة كبيرة لكونه يربط ما بين ناحية القيارة ومدينة نينوى وما بين محافظات أربيل وصلاح الدين وكركوك. نحن نعلم أنه حدثت أضرار كبيرة لأهلنا وقرانا في منطقة الساحل الأيسر للقيارة، لكن إن شاء الله بفضل بلدية القيارة وفضل الجهد الهندسي لوزارة الدفاع إن شاء الله خلال اليومين القادمين سوف يتم إنجاز العمل وسوف يتم فتحه أمام مرور العجلات وكذلك مرور البضائع من الساحل الأيمن إلى الساحل الأيسر وإلى المحافظات المجاورة. قامت كوادر بلدية القيارة المتمثلة بالجهد الآلي والهندسي لبلدية القيارة بأعمال الدفن بمادة الحصى الخابط والترابية لمقتربات الجسر العائم لناحية القيارة، حيث قامت بعمليات الدفن بالتعاون مع كتيبة التيسير المتواجدة في هذا الموقع. نشكر كل من ساهم في عملية دفن المقتربات وتقديم المساعدة إلى القوات الأمنية، ونعاهد محافظة نينوى وناحية القيارة على أن نؤدي واجبنا رغم هذه الظروف التي تمر بها محافظة نينوى وعموم العراق وباء كورونا، ونسأل الله العلي القدير أن يعيننا على خدمة أهلنا في محافظة نينوى وناحية القيارة.